الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب. البر كلمة جامعة لكل ما يرضاه الله، يبقى أي حاجة يرضاها الله تقول عليها بر. فالبر دي كلمة جامعة شاملة تشمل كل ما يحبه الله ويأمر به عباده، كويس؟ والصلة اللي هي ايه؟ صلة الأرحام، لأن ايه؟ لأن المؤمن يصل ما أمر الله به أن يوصل، والكافر يقطع ما أمر الله به أن يوصل. ومن ضمن الصلة أن تصل الرسل بالله، فتقول محمد رسول الله، ما تقطعش. يعني اللي قالوا محمد بشر قطعوا ما أراد الله به أن يوصل، ده رسول الله أكمل اوصل محمد رسول الله. اللي قالوا لا إله إلا الله وما قالوش أن محمد رسول الله قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، فلا بد أن تصل التهليل لا إله إلا الله بمحمد رسول الله حتى تصل ما أمر الله به أن يوصل. فهمت؟ فيبقى الصلة تدخل في الإيمان، وتدخل في الأدب، وتدخل في معاملة الحق، وتدخل في معاملة الخلق، فكلمة جامعة أيضا. والآداب، والآداب كلمة شاملة للأخلاق الكريمة، للأخلاق الكريمة التي حث عليها كل دين. فكل خلق كريم يسمى أدب، فالأدب جمع أدب. والنبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أعلم الناس الأدب. مكارم الأخلاق هي الأدب، فكل أدب من مكارم الأخلاق. وكان الصوفية يقول لك من زادك في الأدب زادك في التصوف، فالتصوف هو الأدب، مراعاة الأدب مع الأنفاس، كل نفس له الأدب بتاعه، كل لحظة لها الأدب بتاعتها. فهم؟ فإذا راعيت الآداب مع الأنفاس يعني مع اللحظات فأنت مع الله، وكلما راعيت كلما تفوقت على غيرك. فهم؟ من زادك في الأدب زادك في التصوف، يعني في صفاء النفس، في القرب من الله، وهكذا. وعشان كده إذا أردت تعريفا للتصوف موجز فتقول هو الأدب مع الله، والأدب مع النفس، والأدب مع الخلق، هو ده التصوف، الأدب مع الله، والأدب مع النفس، والأدب مع الخلق. وممكن تقول حاجتين، هو الأدب مع الله ومع الخلق ونفسك من الخلق. فهمت إزاي؟ باب بر الوالدين وأنهما أحق به. لما نقول إن بر الله يعني طاعة الله، يبقى بر الوالدين طاعة الوالدين والإحسان إليهم، آدي معنى بر الوالدين، طاعة الوالدين والإحسان إليهم، آدي بر الوالدين باختصار. وأنهما أحق به أي في الخلق، أحق الخلق بالبر بعد الأنبياء الوالدين. يعني لما تحط كده نمرة واحد في البر سيدنا رسول الله، طب بعد سيدنا رسول الله الوالدين، شوف قد ايه. وأنهما أحق به أي من سائر الناس المحيطين بك. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 64 بعد 600 أو 6000،
قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي. قال لي لما تشوف النسب بتاعه كده على بعض، لان تملي يقول لك قتيبة بن سعيد ويسكت، ساعات يقول لك ابي رجاء، ابو رجاء كنيته، لكن شوف هنا جابوا لك بقى ايه بنسبه كله. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، نادرا ما ياتي بهذه النسب الكامل، فهمت؟ وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ثم امك. قال: ثم من؟ قال: ثم امك. قال: ثم من؟ قال: ثم ابوك. وليه حث على الام اكثر؟ لان الام جانب اضعف، حيث ان عاطفتها تغلب على عقلها، فممكن تجور عليها وتسامحك لشدة محبتها. فقال لك ما تستغلش بقى عطفها وشدة عطفها وعاطفتها فتسيء اليه، ودول ما هتسامحني، اصلا طيبة بتحبني، ما ينفعش. فهمت بقى؟ لكن الاب صحيح عنده عاطفة، بس يحكم عقله اكتر من العاطفة، او تتوازن عنده العاطفة مع العقل. فممكن انت خوفك من ابوك يجعلك تحسن اليه، لانه عارف لو اسأت ليه مرة والتانية ممكن يسامحك مرة والتانية والتالتة يعاقبك. فهمت ازاي؟ فتخاف، فخوفك منه يمكن يخليك تحسن اليه اكتر من امك. وامك جانبها بقى ضعيف، علشان بقى ايه؟ ست طيبة بقى بتسامحك. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا، لا تستغل ما وضعها الله في قلبها من عاطفة قبلك وتسامح انك تسيء اليه. لا، ده انت تهتم قوي مع اكثر من اهتمامك لابيك، لان ابوك برضه تسامحه معك اقل من تسامح الام معك. فقد يكون عدم تسامحي معك بالنسبه للام سببا لانك تبره خوفا. لا، هو عايزك تبر محبه، عايز البر يبقى محبه مش خوف. تبرهم مش عشان خايف من جانبهم، لا، ده انت عشان بتحبهم. هي التي حملتك وعانت الامرين، كادت ترى الموت وهي تضعك. يعني الولاده دي جزء من الموت، المراه بتشعر فيها بالام قريبه من الموت، وبعد ما وضعتك وهي ضعيفه في النفاس تصحى طول الليل تغير لك وترضعك وتستهتم بيك، ولما تعي تعالجك، وتفرح لما تبتدي تتكلم وتمشي، وتفضل تراعي فيك تراعي فيك لحد ما تكبر وتشب في الدنيا، وتسامحك مهما عملت، وكل قذارة تخرج منك تبقى على قلبها احلى من العسل، مش متضايقه منها خالص. ولا شوف بقى، فيبقى ليها حق بقى انك انت تحسن اليها لما تكبر، لان لولاها ما كنتش كبرت اصلا، ولا كنت اتولدت اصلا. واخد بالك؟ ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. واكثر الناس حقا قبلك هو سبب وجودك الظاهري، هو سبب وجودك الظاهري هو ابوك وامك، لولاهم ما كنتش اتوجدت. فاذا لم تشكر سبب الوجود الظاهري يبقى من باب اولى ان تكفر سبب الوجود الباطني، وهو غيب الغيوب وهو الله. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده جعل الله سبحانه وتعالى بر الوالدين قرين الايمان به، ومعصية الوالدين قرين الكفر به سبحانه وتعالى. فربنا ايه؟ ربنا كريم، عشان كده علمك ازاي انك انت تشكر الناس. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، النبي يقول كده، من لا يشكر الناس لا يشكر. واولى الناس يعني انعموا عليك مين؟ النبي اول حاجه، رحمه للعالمين، لولاه ما وجد العالمين وانت منهم، ولولاه ما اهتدى العالمون وانت منهم، ثم بعديه مباشره الوالدين. فهمت؟ ولذا اجمع معظم العلماء على ان الحث على حسن صحابه الام مقدم على حسن صحابه الاب، وكل مطلوب، بس مقدم ليه؟ العله زي ما قلت لك، غلبت العاطفه عند الام، فقد يكون تسامحها سببا في ان تتجرأ عليها.
فالرسول حث عليها اكثر. قال امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم امك، قال ثم من؟ قال ثم ابوك. وفي حديث قتيبة: من احق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس. وعن ابي قال: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من احق بحسن الصحبة؟ قال: امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ثم ادناك ادناك. يعني بعد كده شوف الاقرب فالاقرب، الاقرب بعد امك وابوك مين؟ اخواتك اللي هم اشتركوا معاك في اصل ايه؟ في اصل النسب. يبقى اخواتك اللي من ابوك وامك مقدمين على اخوك اللي من ابوك بس، والاخ اللي من امك مقدم على الاخ اللي من ابوك، لان انت صحبة الام لان ممكن يبقى ليك اخ شقيق واخ من ام واخ من اب. نرتبهم ازاي؟ الاخ الشقيق الاول الاخوة الاشقاء عشان يدلون اليك بطرفي الام والاب، ثم بعد ذلك الاخ من جهة الام او الاخت من جهة الام. ليه؟ لان انت مطلوب انك انت تصاحب الام من باب اول. فهمت ازاي؟ وبعدين الاخ والاخت من جهة الاب، وبعد كده الخال والخالة قبل العم والعم، لان الخال والخالة من جهة الام تقدم. فكل حاجة من جهة الام قدمها الاول، بعدين يجي اللي بعد الاب، كل طبقة كل طبقة وانا ماشي كده. فهمت؟ ثم ادناك ادناك ادناك. وعشان كده قالوا ان القريب البعيد اولى في حسن الصحبة من الجار القريب. يعني ان الجار، النبي اوصى على الجار كتير قوي، الجار اللي هو بجوار، لكن القريب البعيد اولى بقى في حسن الصحبة من الجار القريب. كمان شوف قد ايه. يبقى لازم الانسان ياخد باله من هذه الامور. يعني كأن الصلة الارحام كلها منشأها جاي من ايه؟ بر الوالدين. لان الرحم ما جوش الا من جهة الوالدين، الاخوات ما جوش الا من جهة الوالدين، والخلان والاعمام ما جوش الا من جهة الوالدين، وابناء الاعمام وابناء الاخوال ما جوش الا من جهة الوالدين. فكأن بر الوالدين انبثق منه فروع صلة الأرحام كلها. فهمت بقى؟ فهو الأصل بر الوالدين. لا شك إن الأم لما تلاقيك بتبر أختها وأخوها تفرح جدا. فهمت إزاي؟ ولو لقيتك بتعامل إخواتها اللي هو خلانك بطريقة وحشة تزعل جدا. يبقى عشان ما تزعلش أمك تحسن لأخوالك وخالاتك. وأبوك كذلك يزعل جدا لو لقاك بتسيء لإخواتك اللي هم أعمامك وعماتك. فمن برك بأبيك تحسن لأعمامك وعماتك، لأن ده يعني إيه؟ يسر أبوك، يجعله مسرور من ناحيتك. فهمت إزاي؟ يسره جدا إنك أنت مطور رقبته في العيلة، ابنه بيخدم كل العيلة. فهمت بقى؟ فكل الأصل جاي من منبثق منين؟ من بر الوالدين. كل صلة الأرحام جاية من بر الوالدين، لدرجة ان تتعدى بعد ذلك الى صديق الام وصديقة الام وصديق الاب وصديقة الاب، حتى اللي هم مش قرايب. عشان كده هيقول لك: من ابر البر ود الرجل اهل ود ابيه. شفت بقى؟ كمان حتى اللي ابوك كان بيحبهم وهم مش قرايبه تروح تودهم علشان ابوك كان بيحبهم. شفت بقى؟ كان سيدنا رسول الله حتى جيران خديجة كان يحبهم ويودهم عشان خديجة، عشان بيحب خديجة. فهمت بقى؟ ادي معنى ثم ادناك ادناك. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا شريك عن عماره وابن شبرمه عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال: نعم وابيك لتنبأن. يعني كان النبي قال له، لما راح له الرجل قال للنبي: يا رسول الله، من احسن الناس او ايه اولى، من احق الناس بحسن صحابتي؟ فالنبي قال له ايه؟ قال له: نعم وابيك لتنبأن، يعني هقول لك. وبعد كده قال له: امك ثم امك ثم، وهكذا. لتنبأن يعني لاخبرنك. وابيك هنا الواو دي واو القسم، ولا يقصد بها حقيقه القسم، ولكن تاتي تدعيما للكلام ولا يقصد بها القسم. فما تقولش النبي هو بيقسم بغير الله، لا،
ده طبيعة كلام العرب تأتي بصورة القسم ولا تقصد حقيقة القسم، فهمت؟ تدعيما للكلام وتقوية للكلام. فبيقول له ايه؟ نعم وأبيك. طب توصف وأبيك، الواو دي ايه؟ دي واو القسم، وأبيك مقسم به. طب والنبي نهى عن القسم بغير الله، يبقى النبي جاء صيغة القسم ولا يقصد القسم على عادة العرب، لأن النبي عربي، فكانوا يأتون بصيغة القسم ولا يقصدون حقيقته تدعيما للكلام وتقوية فقط. زي بالظبط ما اقول لك والنبي اشرب الشاي ده، يجي لك الوالي الوهابي يقول لك قول لا اله الا الله. الله، احنا بنقولها تدعيما للكلام وحلاوه في ذكر النبي، فهمت ازاي؟ النبي ذكره بيشرح الصدور، فالناس اتعودوا، والنبي خدني جنبك، والنبي ما تنساش تبقى تزورني، طب والنبي بقى تعالى لي بالليل النهارده مر عليا، كلام تدعيم للكلام كده وبركه، فهمت ازاي؟ لا يقصد حقيقه القسم، ودي لغه العرب طول عمرها كده، والنبي استعملها، يقول افلح وابيه ان صدق. فهمت ازاي؟ وابيه يعني بيحلف بابوه. ده تدعيم للكلام. صوره القسم ولا يقصد بها حقيقه القسم. فهمت بقى ازاي؟ ودي نقطه مهمه تاخد بالك منها عشان هتحل لك اشكال كبير في السنه واشكال كبير مع الوهابيه. كمان اللي هم اشاعوا الخطا في اذهان الناس. فالنبي بيقول هنا نعم وابيك لتنبأن، يعني كانه بيقول له وقعت على الخبير، هقول لك دلوقتي. فهمت بقى ازاي؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا محمد بن طلحه قال وحدثني احمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب كلاهما عن ابن شبرمه بهذا الاسناد في حديث وهيب من ابر، وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن الصحبة، ثم ذكر بمثل حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني بر الوالدين أكثر ثوابا عند الله من الجهاد في سبيل الله. شوف قد إيه، إن لم يتعين الجهاد يعني، لأن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن بر الوالدين فرض عين، فرض عين. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن حبيب قال سمعت ابا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر بمثله، قال مسلم ابو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. ده بيعرف اسم احد الرواه لانه ذكره بكنيته اللي هو ابو العباس في الكنيه، اللي هو حبيب بيقول سمعت ابا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو. مين ابا العباس ده بقى؟ فبيعرفه لك اسمه السائب بن فروخ المكي. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن بشر عن مسعر حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاويه بن عمرو عن ابي اسحاق حا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. أبايعك يعني أعاهدك، يبقى العهد هو بيأخذ من زمان في الطاعات من المشايخ الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم الناس هذا، ومشايخ التربية دول وراث عن النبي صلى الله عليه وسلم يربون الناس. الوهابية يقول لك ايه العهد ده اللي تاخده من الشيخ ده؟ ده بدعة. بدعة؟ أنت اللي بدعة. وجود هذا الوهابي بين المسلمين هو اللي بدعة. ووجود هذا الفهم هو اللي بدعة، صحيح. فهمت؟
قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. كده كأنك بيعتني على الجهاد صحيح، كأن صحبة الوالدين تعدل الجهاد والهجرة. شوف ده بيقوله عايز يهاجر للنبي ويجاهد مع النبي، شوف بعد كده عمل بقى. قال له لا أحسن صحبة والديك تأخذ الثواب. شوف قد إيه بقى صحبة الوالدين وحسن صحبتهم. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. بر الوالدين واجب، والصلاة النافلة تطوع، فلا تقدم التطوع على الواجب بل العكس، عليك أن تقدم الواجب على التطوع. فهم؟ الواجب على التطوع. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعة. جريج ده كان من عباد الأمم السابقة، فالنبي بيحكي عن واحد من عباد الأمم السابقة من الأولياء يعني، جريج الراعي. يتعبد في صومعة فجاءت أمه قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفاها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه. يعني واحد في الصومعة، فالنبي بيقول إيه، أمه راحت له حطت إيدها كده وبصت فوق للصومعة يا جريج بتنادي عليه، يعني كأن النبي بيوصف حال أمه وهي بتنادي عليه يا جريج كده. فاهم؟ ده يسموه حديث مسلسل بالحركة، مسلسل بالحركة. شاف النبي عمل حركة وهو بيروي الحديث، يقوم الراوي يعمل نفس الحركة وهو بيروي الحديث، يجي اللي بعده يعمل نفس الحركة، يسموه مسلسل بالحركة. فاهم؟ فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، يعني تناديه. تدعوه يعني إيه؟ يعني تناديه ولا تعبده؟ يعني تناديه، يبقى يدعوه يعني يناديه. واخد بالك؟ يبقى الدعاء قل ادعوا شركاءكم يعني ايه؟ يعني نادوهم. قل ادعوا شركاءكم من دون الله. لكن احيانا تدعوه ياتي الدعاء بمعنى العباده، يبقى ياتي الدعاء بمعنى العباده احيانا ومعنى النداء احيانا. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثلكم، يعني ان الذين تعبدون من دون الله عباد امثلكم، يبقى تدعوه ويدعوه قد يأتي بمعنى النداء ويأتي بمعنى العبادة. لكن الوهابية كل دعاء عندهم عبادة، ما ميزوش. فهمت ازاي؟ لأنهم جهلة. فتأتي الآيات التي ذكرت الدعاء بمعنى النداء يجعلوه عبادة، والدعاء الذي جاء بمعنى العبادة يجعلوه عبادة، ما عندهمش فرق. فواحد بيسلم على سيدنا حسين السلام عليك يا سيدنا يا حسين، يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله، الآية إيه علاقتها دي وأنا بتسلم على ده؟ أنا بنادي عليه بسلم عليه، تجيب لي آية الدعاء بمعنى العبادة وأنا هنا بنادي عليه؟ فهمت؟ شوف الفرق بقى في الجهل، شوف الجهل بعينه، وشوف تبديل وتحوير آيات الله وقرآن الله علشان يطلع لك بعد كده داعش ومن ولاهم اللي هم بيكفروا المسلمين. ما هو التكفير ده أصلا نشأ في ذهن إيه؟ الخوارج، والكل عصر خوارجه. النبي بيقول ان الخوارج هيكونوا في كل عصر لحد ما يظهر الدجال، عشان هم اللي هينصروا الدجال. ما هو الرسول قال كده من ضئدي هذا من يخرج مع الدجال، يعني هيستمروا في كل عصر صور مختلفه. كانوا ايام سيدنا علي اسمهم الخوارج، وبعد كده بقوا القرامطه. فهمت ازاي؟ في فتره طويله من الامه. وبعد كده ظهروا في سوره الوهابيه. وبعد ما ظهروا في سوره الوهابيه بعد كده سموا نفسهم السلفيه. وبعد ما بقوا السلفيه سموا نفسهم الاخوان المسلمين وداعش والقدس ومش عارف ايه، اسماء كتيره. كل يوم تلاقي اسماء كتيره، ولكنها كلها حقيقه واحده وتفكير واحد واسلوب فهم خطا للدين. فهمت؟ فهنا ايه؟ تدعوه ولا بتعبده بقى؟ امه راحت تدعوه، يعني تعبده ولا تناديه؟ يا جريج بتنادي على ابنها.
بيقولوا لها مشركة، ازاي تدعوه؟ يبقى تدعوه يعني تناديه، واحيانا يأتي بمعنى الدعاء بمعنى العبادة. فهمت ازاي؟ يوم يجيب لك الرسول يقول لك الدعاء العبادة، الدعاء العبادة. ايوه، بيعرفك ان معنى الدعاء من معنيه العبادة، ولكن ايضا من معنيه النداء في معنى تاني في اللغة. وفي ايات جت بمعنى الدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فجاء الدعاء مقابل للعبادة. فهمت ازاي؟ فالنبي بيفسر الآية يقول لك الدعاء العبادة، لان ربنا قال ادعوني استجب لكم، يعني اعبدوني استجب لكم. ادي معنى استجيبوا لي استجب لكم. يبقى ادعوني يعني اعبدوني استجيبوا لي استجب لكم. ادي معنى الآية. فهمت بقى؟ فالنبي بيفسر الآية، مش بيفسر كلمة الدعاء مطلقا، ده بيفسر الآية. لكن هم يخلوها يقول لك النبي قال الدعاء العبادة، وانت كده بتدعوه يبقى بتعبده، تبقى انت مشرك، ويروح ضربك بالرصاص ويفصل راسك ويحط راسك فوق سرتك وتنه ماشي، وبعدين يصوروه. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده يا جماعة، حرام، حرام اللي بيحصل. ثم رفعت رأسها إلي تدعوه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني. جريج كان بيصلي، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، جوه قلبه بقى هو في الصلاة، قال يا رب أمي بتناديني وأنا في الصلاة، أعمل إيه دلوقتي؟ فإيه؟ فقدم صلاته على إجابة أمه. فهمت بقى إزاي؟ وصلاة كانت نافلة، صلاة كانت نافلة تطوع، فكان الأولى يعمل إيه؟ يتجوز في صلاته بسرعة أو يخرج من صلاته ويجاوبها. فهمت ازاي؟ لانه هو مشغول في نافله، والنافله يستحب اكمالها ولا يجب. والوقت امك بتناديك وجايه لك من سفر، ده قاعد في صومعه يعني في اخر البلد، وهي جايه لك ماشيه في الشمس ورفع عينها كده، يعني دليل ان الدنيا شمس وواقفه في الشمس مرهقه، وجايه تنادي لك تقول صلاتي وتسيبها في الشمس. فهمت؟ كان الاولى تجاوبها. فهمت؟ فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. يبقى عرفنا أن جريج كان عابد غير عالم، وأدي خطورة العبادة بغير علم. عشان كده هيمر بمحنة شديدة، جريج هيمر بمحنة شديدة. ليه؟ لأنه عبد قبل أن يتعلم، فلما عبد قبل أن يتعلم مر بالمحنة اللي هنقراها دلوقتي. وبالتالي لابد قبل أن تعبد تتعلم مراتب الاحكام، ايه اللي اقدمه وايه اللي اخره. فهمت؟ او هو لو كان اجاب امه ما كانش مر بالمحنه اللي احنا نقراها دلوقتي. فهمت بقى ازاي؟ لانه لم يعرف مراتب الاحكام. وكان النبي بيعلمنا راعوا مراتب الاحكام. الوهابيه ما عندهمش الا حكمين بس، حرام وواجب بس، ما يعرفوش الا كده. وكل حرام عندهم كبيره، وكل كبيره عندهم شرك، هما ما يعرفوش الا كده. لكن احنا عندنا الاحكام لها مراتب كتيره، مش كده برضو؟ عندنا المباح، وعندنا المستحب، وعندنا الواجب، وعندنا المكروه، وعندنا الحرام. والحرام نفسه نوعين، كبائر وصغائر. شوف مراتب، لكن هم ما عندهمش مراتب. فهمت ازاي؟ ما عندهمش مراتب خالص، ما يعرفوش هذه المراتب. يعني هم بيعبدوا بغير علم، وعشان كده هم في محنه، هم في محنة شديدة. فهمت؟ لابد أن تعبد بعلم، تعرف مراتب الأحكام أيها تقدم. فهمت؟ يعني جريج فشل في تقديم الذي يقدمه الله، وفي تأخير ما أخره الله. ربنا قدم إجابة الأم على الاستمرار في النافلة، فجاء جريج عمل العكس، قدم ما أراد الله تأخيره وأخر ما أراد الله تقديمه بسبب الجهل. فعاقبه الله بمحنة، وبعد كده غفر له لأنه كان طيب القلب، لكنه لازم يعلمه ويعلمنا من خلاله. فهمت بقى؟ فرجعت، رجعت تاني. ثم عادت في الثانية، جات له مرة تانية بعد يوم ولا اتنين ولا تلاتة، لأنه قاعد في آخر البلد وهي ساكنة جوه البلد في المدينة، فجات له بعد يومين تلاتة.
فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته. فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسة. يعني كأنها بتدعي عليه دعاء برضه في رحمة، يعني بتقول هو كده أغضبني ومتصور إن كده هو بيتطهر في صلاته، طب يا رب لا تمته حتى تريه أقذر الخلق بقى المومسات بقى، أنا ما هو عايز يتطهر قوي، طب يا رب دنسه مع المومسات بقى علشان تعرفه إن الله حق، فهم؟ لأن الطهارة الحقيقية أن يجيبني، وليس الطهارة الحقيقية أن ينشغل بالنافلة عن الفرض، فهم؟ فإذاعت لي دعوة إنه إذا كنت تريد التطهير فيعاقبك وتخطئ فيعاقبك الله بخلاف إيه؟ نقيل ما تريده، فيدنسك بإيه؟ بالمومسات. وهي دعوة برضو إيه؟ كأنه بتقول علمه يعني. يعني دعوة برضو فيها رحمة، فهم؟ قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. دعوة الأم مستجابة، لو دعت عليه أن يكفر كان هيكفر ويموت على سوء الخاتمة، لكن لا، الأم برضو رحيمة لابنها، لأن رؤية المومسات يعني مش كفر لكنها عظة، يتعظ بس، فهمت ازاي؟ قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره. كان في راعي غنم كده بيمر كل يوم، ومع شدة الحر يخش في الصومعة بتاع جريج يقعد في الظل شوية يستريح. قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما. طبعا القصة مختلفة يعني مختصرة هنا، لكن هي في امرأة جميلة من المومسات، ناس من اهل القرية قالوا ايه جريج هناك ده راجل صالح طيب جدا، قالت لهم: ايه رأيكم بقى ان انا ممكن افتنه؟ اللي بتقولوا عليه صالح ده مش هيستحمل يشوف جمالي وهو شاب كده وبعدين يسيبني. قالوا: لا لا ده راجل صالح مستحيل. لا، فقالت لهم: طب ترهنوني؟ فرهنوه، فراحت عرضت نفسها عليه في الصومعة فأبى، فاتغاظت منه، فلقت مين؟ الواد الراعي اللي بيجي يستريح، فمكنته من نفسه فحملت، فلما وضعت قالت ابن الجريش عشان تنتقم منه، لانه ايه؟ كسفها في الرهان بتاعها مع اهل القريه، فهمت؟ ادي القصه بالتفصيل يعني، لكن ان الروايه فيها اختصار شويه. فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير، مش انتوا قلتوا لي ان انا قلت لكم ان انا حفتنه؟ ما فتنته، والولد ده نتيجة هذه الفتنة. تقولوا عليه صالح ولا صالح ولا حاجة، ده زاني مجرم، فاهم؟ عايزة ايه تتهمه يعني. قالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه. راحوا بالفؤوس بتاعتهم والمساحي اللي هي المجارف، المجارف بتاعتهم، علشان يهدوا الصومعة بتاعته، عامل لنا فيها شيخ ووالي وبتاع وقاعد تعمل مش عارف ايه، كسروا له الصومعة بتاعته. فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره وهو بيصلي فيه، هيدموا عليه. فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه. أي شوف دعوة أمه: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، قالوا له: سل الست. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: ليه تبسم؟ لأنه فهم أن الله استجاب دعوة أمي، فهمت إزاي؟ فيه لأنه سمعها، فعرف أن ربنا استجاب دعوة أمه وفهم بقى، فلما فهم ندم، ولما ندم تاب، ولما تاب ربنا برأ، فهمت بقى؟ قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. ده ممن تكلم في المهد، مبري جريج، مبري جريج ومبري يوسف، الاثنين تكلموا في المهد، فهم؟ قال: أبي راعي الضأن. وهنا أبي بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الشرعي، لأن الزنا لا يثبت النسب، الزنا لا يثبت النسب، مش كده برضه؟ يبقى هنا أبي بمعنى يعني الأبي مجازا يعني،
أني خلقت من ماء هذا الرجل. فهمت بقى؟ يبقى أبي هنا بالمعنى المجازي، لأن الأبوة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح. أما ماء الزنا فهدر لا يثبت به نسب. فهمت؟ قال أبي راعي الضأن، فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من بيرك بالذهب والفضة. سمحوه بقى، لو كرامة كبيرة ربنا برأه وخلى طفل في المهد يتكلم. قال لا، ولكن أعدوه ترابا كما كان ثم علاه. هنا نفهم أن دعوة الأم مستجابة، دعوة الأم مستجابة، فلازم تهتم بأن تحسن إليها حتى تدعو لك من قلبك. فهم؟ ونفهم كمان أن العلم مقدم على العبادة، لابد أن لا تهجم على العبادة إلا بعلم، ما تهجمش على العبادة بغير علم. ونفهم كمان أن الإنسان لابد أن يفهم الإشارة. جريج فهم بالإشارة على طول أن هنا ربنا استجاب دعوة أمه، وده الموقف ده اللي أمه تمنته له. فلما ندم وتاب أيقن أن الله لابد أن ينجيه. فهمت؟ الثقة في الله. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. طبعا هم أكثر، بس النبي أحيانا في الأحاديث يذكر عدد قليل عشان يحفظ الأمة، وبعدين بعد كده يذكر عدد تاني وهكذا. لكن تكلموا في المهد حوالي 13 أو 14، وإحنا شرحنا مرة كتاب من تكلم في المهد في إحدى ترويحات رمضان. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. شوف عابدا ما قالش عالما، يبقى يغلب عليه العبادة دون العلم. فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها. يعني إيه؟ الناس يضربوا المثل بجمالها يعني. فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه. يبقى صلى صلاة قضاء الحاجة، لأن صلاة قضاء الحاجة تؤهل لقبول الدعاء. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا، وبينا صبي التاني بقى، التاني اللي تكلم في المهد، وبينا صبي يرضع من أمه. فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. يعني ايه انسان شارة حسنة؟ يعني ايه؟ يعني مظهره مظهر جميل من اغنياء الناس. فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثديه فجعل يرتضع، فقال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه. النبي بيحكي يقول ثم أقبل على ثدي يرتضعه ومحط السبابة في فمه، بيوصف حال الصبي برضو. دي إيه؟ بيسموه مسلسل بالحركة. فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي،
سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، يعني لا أفعل السوء وإن ظن الناس في السوء، أكون بريء حتى ولو ظن الناس في السوء. هذه معنى مثلها يعني. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقة. حلقة دي كلمة بيقولها العرب لما يكونوا ايه يعني اصابهم ايه هلع، يعني يا دهوتي ايه يا ولا، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ولا. ادي معنى حلقة. حلقة ايه يعني يقول لك ايه حلقة شنقة، زي ما النبي قال كده حلقة شنقة، يعني لما ايه دخلت عليه صفية في حجة الوداع وقالوا صفية حاضر، قال حلقة شنقة انها حبستنا، هتحبسنا بقى على ما تطوف طواف الإفاضة على ما تطهر. فقالوا لا انها قد طافت يا رسول الله، قال اذا فنرحل. حديث قريناه في الحج فاكرينه؟ فيبقى حلقة دي كلمة في لغة العرب يقولوها لما ايه يكون شاف حاجة يعني ايه ازعجته ومش فاهمها، فعشان كده قالت الام بقى حلقة. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال جاوبها بقى كمان، ده واد فصيح واد متنور. قال إن ذاك الرجل كان جبارا يعني ظالم، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت زنيتي ولم تزني، وسرقتي ولم تسرق، يعني بريئة ولا تفعل السوء. فقلت اللهم اجعلني مثلها، يعني بريء ولا أفعل السوء. ونقف على باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. طبعا الحديث هنا النبي يقول ثلاثة تكلموا في المهد وذكر اثنين، ذكر لا ذكرهم عيسى بن مريم ومبري جريج وايه والطفل اللي في المهد اللي هو قال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم اجعلني مثله، يبقى ذكر الثلاث. والله تعالى اعلى واعلم. ونكمل غدا ان شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.